السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن الآن في فيلا أحد عملائنا الكرام في مدينة الرياض، حيث قمنا بتركيب سكاي لايت أو قبة سماوية طولها 7.5 متر في عرض 1.20 متر، تتكون من 4 ظلف، ظلفتين ثابتتين وظلفتين متحركتين. الظلف المتحركة تتحرك بواسطة موتور كهربائي، يتم التحكم بالظلفة بواسطة ريموت كنترول. نتحكم بالموتور الكهربائي للظلفة بواسطة ريموت كنترول لإقفالها وفتحها. الزجاج المستخدم في السكاي لايت دبل كلاس، عازل للصوت والحرارة. الطبقة الداخلية من الزجاج طبقة زجاج شفاف، تتكون من طبقتين زجاج شفافة 4 ملي و4 ملي، وبينهما طبقة جيلاتينية. إذا انكسرت قطعة الزجاج تبقى في مكانها ولا تسقط على الأشخاص الموجودين تحتها، فبالتالي هو زجاج آمن عند انكساره. طبعا بعد تركيب فريمات الألمنيوم وقبل تركيب الزجاج للسكاي لايت، يتم عمل عزل ووتر بروف لفريمات الألمنيوم بحيث تمنع تهريب المياه إلى داخل المبنى. الآن كما نشاهد منظر خارجي للطلف وهي تفتح من الخارج. كما قلنا يتم التحكم فيها بواسطة موتور كهربائي، نتحكم به بواسطة الريموت كنترول. طبعا تستخدم هذه الطلف لعمل تهوية، خاصة عندما تكون هذه الطلف أو سكاي لايت فوق البدروم أو فوق غرف في البدروم، فبالتالي تستخدم لعمل تهوية البدرون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.